اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من التابوت. حلقه سعيد جدا خلالها تكون ضيف علي واحده من الفنانات صاحبات الجماهيريه العاليه جدا، مثيره للجدل ومثيره للاعجاب في ان واحد. لما تقول مثير للجدل ومثير للاعجاب يبقى انت بشكل مباشر بتتكلم عن هدى عربي. انا يعني سعيد جدا يا هدى تكوني ضيف علي في الموسم ده من التابوت، وطبعا ساعتي يعني بتكون دائما مستمره، يعني كل ما الاقيك في حوار كده بكون مبسوط يعني. يا سلام. كيف اخبارك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب دنيش. كنت طيب يا رب. كل سنه وكل المشاهدين بالف خير، رمضان كريم، ينعاد عليكم بالخير وبالبركه. انا طبعا حاقوم دائما دنيش، بقوم اقالعه هي شغله. حاقوم ناسي في كسر من الثاني كده، حبارك له التطور من صندوق لصناديق لتابوت. فان شاء الله تستمتع. تسلم يا رب العالمين. تسلمي. سعيد بك كثير والله. الله يحفظك. طيب التابوت قبل انت اول ما تكوني دخلت اللوكيشن بكل لفت نظرك الحاجات دي، اللوحات دي مثلا. يس. طيب دي هي مستوحاه من الـ من الـ من الحضاره والتاريخ السوداني المهمل. انا بقول دائما المهمل، يعني حاجاتنا السودانيه الاثريه مهمله جدا. ما زي بقيه الدول المجاوره لنا بيهتموا بالحاجه. ايوه، حتى نجومنا وفنانيننا ما مركزين في القصه دي. فنحن حاولنا نعمل يعني نقطه في بحر كده، يعني نقوم نعمل اللوكيشن بتاعنا جزء من مقبره سودانيه مثلا، ممكن تكون اثريه يعني، اثريه فيها اباده ماك، فيها اباده ماك، فيها الملك تهارقه، فيها الرموز بتاعتنا، فيها حاجاتنا. ودي يعني بيشيل من الضيف دائما النجم اللي بيجينا تعهد انه يعني لقدام ممكن انت ناخذ منك تعهد تعرف بالحاجه دي، يعني كواجب يعني. يس. تمام. طيب ده فيما يلي اللوكيشن والفكره. ايوه. البرنامج دي ازاله الهرم الاسود، دي اسئله برضه مستوحاه من المقبره وكده. والاخير ده سؤال كبير شديد ولا شو؟ والله الاخير ده بعدين حتتفاجئي بيه. اوكي. تمام. طيب اربع درجات، حنمشي درجه 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 درجه. تمام. بعد ما نخلص منها حنمشي التابوت. كويس. برضه عندنا قصه هناك هحكيها لك براها. تمام. نبدا. يس. باول حاجه. تمام. نبدا باول درجه وهي ثلاثه الوان، طبيعه اسئله معينه. تبدي عندك اللون بتتفاعل، حتقولهم كلهم يعني؟ طبعا حتقولهم كلهم. خلاص بعدك ما فرقت. بتشيل اول مره. طيب طيب نشوف دي شنو. دي اسئله استخرجي الاسم المختلف والديني مختلف ليه؟ يعني ايجابا او سلبا، يعني ممكن يكون مختلف مثلا اقل من الثاني، ممكن يكون اعلى من الثاني، ممكن يكون هو بيفهمك انت. باختلاف نوع الاختلاف. طيب حسين الصادق. طه سليمان. محمد بشير. الاختلاف. ايوه. دارس مختلف وليه هو مختلف يعني من الباقيين يعني؟ حسين الصادق تحية له ولأسرته. طه سليمان برضه تحية له. محمد بشير طبعا راح اكون عنصريه شديد. الاختلاف بيجي من يعني كلهم اخواني، لكن بقول لك في المثل في ود امك لك حبيب. ايوه يعني لما نختار يعني ما ده ما بيعني انه انا ما بحبه او ما عندي لهم حاجه، كل واحد فنان والثلاثه مدارس مختلفه جدا جدا. قد يكون محمد غير انه انا عندي ود كده ليهم لاسرته لحنان ولمعز اخته اللي كانت زميلتي في الجامعه. محمد بتميز بانه يعني قادر انه يكون في المود حق الحفلات وحق الغنى التقيل والغنى. أيوة. الخفيف. أيوة. فدي حاجه بتميزه جدا. بيد انه انا محبتي لحنان ومحبتي له مختلفه. يا سلام. فحتتي له برا. التحيه له لاسرته والتحيه لطه. التحيه لهم كلهم، نقول رمضان كريم عليكم. أكره. طيب نشوف سؤال ثاني. نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ الناس ثاني. لا 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 ما نفس الناس. ما نفس الناس، نفس الصيغه يعني. طيب عشا جبل، مروه الدوليه، ريان الساتة. شنو يعني؟ يعني طلع لي المختلف يعني. انت كل مره الحاجه المختلفه تكبني مع زول. الحمد لله بقيت بعرفهم كلهم. شايفاك. والله يا اخي. طيب
عشة مروة مروة والله حقيقي حقيقي أيوة. بتودني جدا وبتحبني جدا مروة. مروة الدولية مروة حقيقي يعني. انت الكلام ده طبعا قلتيه في لايف يعني دلوقتي يعني انا انت مستنيكي تختاري لك اسم ثاني من دول عشان لا انت في لايف مشغله في عربيتك مروه واثنيتي عليها وان صوتها جميل وحاجات يعني حصل يعني لمتني بها ظروف زوره لطيفه جدا جدا وفنانه وكده يعني. هي طبعا من الاصوات المميزه فعلا وبرضه يا ريان كل سنه طيبه ويا عشا كل سنه طيبه. لكن برضه لما اقول لك فوت دمك لك حبيبي حقولك ثاني في الورقه الفسفوريه دي. تمام اوكي نشوف اخر سؤال ان شاء الله نقوم خلاص نمشي. طيب المال الاسره الترند دير مالهم بس علاقتهم ببعض شنو؟ والله شوفي انت الحاجه المختلفه شنو او انت بتركز على اكثر ما لكن يا دندش ما في مقارنه ذاته بين يعني ممكن يكون المال والترند ممكن درجه معينه من المال تعمل لك ترند كويس لكن ما في ترند بيجيب لك مال. ممكن استغرار الاسر يعمل لك مال ويعمل لك برضه ترند. يلا يلا حتكون الحاجه المختلفه هنا الاسره لانه دي الحاجتين مع بعض ممكن يتماشوا مع بعض لكن الاسره والاهل دي حاجه ما بتتخطى في مقارنه مع اي حاجه ثانيه. هي الاولويه لها. يس. طيب لو بتهدى دار تبقى فنانه رأي شنو هذا؟ الحمد لله ما دار تبقى فنانه. لا نفرض انها هي دار تبقى خلاص ما نفترض والله ما حكون اي فنان قاعد في اي مقابله يتكلم وفي فنانين فعليا اولادهم دارين يغنوا او بناتهم ما بخلوهم يغنوا فالحاجه اللي بتشوف انت وبتشوف جوانب الما حلوه ما بتتمنى اولادك يكونوا في يمروا بالحاجات دي. عشت جوانب ما حلوه كثيره في والله فيها حاجات بايخه جدا جدا. عشت حاجات حلوه كثيره ولا عشت حاجات ولا حلوه ولا حاجات مره؟ عشت حاجات حلوه وعشت ما لدرجه المراره يعني ما في حتمرر علي عشت حاجه يعني بتمرر علي عشت حاجه في 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 جوانب بايخه جدا جدا بالذات قصه انه زول فنان بتستهلك من نفسياتك من طاقتك من دورك حتى تجاه الاسره انا قبل خطيت اولويه دي ايوه او اصلا هي اولويه فما بتكون حابب انه تشوف واحد من اولادك بيمر بال نفس التجربه نفس الضغط ونفس ال ليش تمام طيب خلينا نمشي للصندوق الثاني طوالي يلا طيب طيب دي اسئله مباشره تمام هتختاري لون ولا نشيل لك عشوائيه اذا كلها خلاص بطلت بس هي اول مره كده طيب بتحسسني ان امي يا دندش نفتح التجربه اقري لي الجواب طيب. ده اسئله مباشره ما حقيقة الخبر الذي يؤكد زواجك في السر من رجل أعمال شهير ومالك فضائية كبيرة واللي تخليه زواج في السر هو الكلام لما طلع ما طلع زواج طلع طيب. إشاعة حق الخطوبة خطوبة يس طيب بس الحاجة ما أعرف إنها الناس إنه لما الزواج ما الزواج في السر عندي شجاعة الواجهة بين الناس لأنه دي حاجة تخصني أنا فما حاجه دي السامن زول يعني ما في زول عندي حاجه فدي اشاعه ما ادري اقول مغرضه المهم يعني ما اعرف الفكره وراها شنو لكن في النهايه اشاعه ومزعجه بالمناسبه مزعجه؟ كمان في 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 ناس نوع من الفنانات الشويه كده عندهم حبه دعايه كده الوحده فيهم اشاعه زي دي كان ممكن تطير بها السما وتنبسط انبساطه شيء ده خلاص انا يعني بجد اكتئبت عديم من الحاجه دي معقوله انه دي حاجه يعني ما صح حاجه ما حاص ايا كان نوعها او ابعادها شنو ده دخول في خصوصيات الناس بطريقه وبطريقه غلط يعني فانا ما كنت سعيده خالص بالاشاعه دي بعدين قالوا مليار دولار زعلتني مليار مليون دولار مليون دولار دي قالوا بمهر قدره مليون دولار مليون دولار ذاته شويه والله فدي الجانب الثاني زعلني ايوه الشائعات بشكل عام بتزعجك بشكل عام كده يعني بتزعجني الحاجه لما تكون بتمس زول ثاني ما عنده دخل بحاجه أيوة. يعني زول عنده اسره زول ما صح يعني ما خلاص هو الفنان معرض لاي حاجه او اي زول طارح نفسه للناس بيتعرض لحاجات لكن ما ممكن انت عشان دار تعمل لك حاجه لزول معين عشان هو ايا كان وضعه تقوم تمس لك زول ثاني ما عنده دخل بالكلام ده وزول انت بتكن له كل الاحترام والحاجات جميل ويسا. جميل طيب خلينا نشوف سؤال ثاني تفضل طيب
هدى عربي. ايوه عارفه روحي ما بتخلعنا. اكثر فنانه مكروهه حاليا داخل الساحه الفنيه. انت مناسبه شكرتني والله يا اخي. انا بديك سؤال بعد انت جاوب عليه. بيقول اكثر فنانه مكروهه حاليا. الحمد لله في الوسط الفني. اي ما مشكله. محبوبه في الشارع، محبوبه عند الناس، محبوبه في البيوت. اذا في كم فنانه او فنان في بيته بحبني ده ما بأثر فيني حاجه. بالعكس هم لما هم طعم. مستحيل كان اكون محبوبه اذا كنت ناجحه. طول ما انت نجحت في نص الناس اللي انت معاهم ما حيحبوك. في المدرسه انا الاول مش كان بيكرهوك. يعني بنطلع في الشارع بعد بيدقوا كده بالبدله في الشارع كده. عندهم اسباب وعندهم دوافع ما تخليهم يكرهوك. فده شيء بيرجع لهم هم. يعني هل اسبابهم هي النجاح؟ ما في اسباب ثانيه مثلا ممكن تكون؟ حيكون شنو؟ انا ناس ما عندي بهم تواصل، ما عندي يعني هاي ام باي. لسانك الطويل ده مثلا؟ لا لساني ما طويل. لساني ما طويل بالعكس. يمكن ذاته اذا جينا حته الكراهيه انا ممكن القى لك لها اسباب من الاسباب. انه انا يعني ما بقدر انافق. مصادمه واضحه. دندش انا زعلت منك. انت ممكن تعمل لي حركه هسه تحت الهواء في البرنامج تقوم تعمل فيها ظريف. لا انا حقول لك في البرنامج حركتك اللي عملتها تحت الهواء. فدي سياساتهم بتتبعوها معي. يدوروا تلفونات، يدوروا وشايات ونميمه كده وكلام ما لطيف، وبتخيلوا حاجات، بيعملوا حاجات دي. وللاسف انا عمري ما فتشت لي حاجه عشان يعني فتشت. اتقصيت اخبار واتقصيت قواله، لكن الحاجات بتجيني في حتتي. جاتني حاجه في حتتي، عرفت انه اكس من الناس عندها معي او دار تفتعل معي مشكله، بقوم بواجهها طواله. ما بعرف اعمل حركات وهم بيضربوا بيلبدوا. انا ما بلبد لان انا ما بخاف ومصادمه وحاجاتي واضحه. حاجه يعني انا واثقه من نفسي شديد. هم حياته بيعملوها في حياه زول ما واثق من نفسه. كلام جميل. طيب. ومن ناحيه ثانيه سوري. لا تفضل تفضل واثق. بعدين مؤخرا اكتشفت اني يعني كان في حاجه غايبه عني. وكل يوم وبكره وبعده كل مره زول حيكتشف حاجه. طالما زول عايش بيتعلم. انا اكتشفت انه الناس بيقوا خدتني اداه بتاعت وصول. اي زول نجمه قفل، اي زول اختفى من الساحه بقى ما مرغوب، اعمل شنو اعمل شنو؟ ابش وضع عربي دي حتقوم تعمل معي مشكله وقوم اخش اعمل لي ترند كم يوم. بيحصل ترند لكن ما لاقاني خالص. ناس عندهم مناسبه ولا ناس عندهم عداد، مو الصراع ده كله في العداد وفي القروش. ايوه ناس عندهم عداد جابوا الفنانه الفلانيه عشان دي وشكلها معهوده. فبيتعب يعني الموضوع، بيعوا الموضوع 3-4 يوم وبينتهي وهم بيرجعوا لركودهم وانا بواصل في شغلي. هون طبعا بيشوف لي انت قابله، يعني انت قابله للاستفزاز بالطريقه دي؟ بخضع للاستفزاز قصدك؟ يعني ما قصه بخضع للاستفزاز، بس ما بحب الحال يعني ما بحب يكون في. ما بتسكتي؟ ما بسكت. ما بتسكتي؟ والغريب ما بهبش زول. ما بهبش اي زول، لكن اللي بيهبشني قادره. هم ما بواصل في حياتهم مباشره، بخافوا يعني الشيء. تمام. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام فاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقه فيها، مش مياسم ما في شبيها، سبكتك بنشتهيها، رز تمام ما في كلام، رز مياسم يا سلام، وديها لناس ابتسام. حاضر. عايزه شاي من المعاي؟ شاي عجيب ده بحليب بمياسم ده اللبن طبيعي طاعم واضح. احلى شيء الشوربه دي، فتة شوربه ده العدس نظيف معبى قد حبس، صلصه رز عدس لبن كله جبت لك مياسم. زورنا بيختلف أو مطاعم، ما بين صنيف وصنيف، الكل بيختار مياسم. منتجات مياسم، الكل بيختار مياسم. ورمضان كريم. صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني، مسنودة بيها وما في شي بيوقفني، وجودة في حياتي بيميزني، جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظات حياتي، وبها الناس بتعرفني. صندلية العنود 5 نجوم هي ريحتي وصحبتي. صندلية العنود 5 نجوم هي ريحتي وصحبتي.
إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح، اختر منتجع درة وادي النيل، الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان، والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد. ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة. يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى، وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين. كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق، صالات وقاعات لجميع المناسبات، أعراس، مؤتمرات، ورش أو منتديات، وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد وحدائق لألعاب الأطفال، مواقف خاصة للسيارات. منتجع درة وادي النيل، الخرطوم، شارع النيل. للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63 44. منتجع درة وادي النيل، واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية. منتجع درة وادي النيل، أصلي عصري. اهلا بكم الاعزاء المشاهدين مره ثانيه، ولا زلنا في حضره السلطانه وداربي. مرحبا بك. اهلا وسهلا. منوره والله. شكرا. نور شديد. طيب عندنا اخر سؤال في الاسئله المباشره. تمام. هدى. نعم. بتحبي البوبر والفشخره، يعني والدليل ذاته اصرارك الشديد على استعراض الثياب والذهب في اللايفات، طالع صور الذهب كيف يعني القصة شنو؟ انت اصلا بتحبي البوبار يعني، ولا ده بحث عن ترند، ولا القصة شنو كده؟ خليني من انا بحب البوبار، اديني تصور لي كفنانة من غير ما اكون عاملة حاجات. ايه يعني اللي بس انت تشكي بالذهب ده والتياب والقصة في اللايفات والكشكشة كده والهدية جاتني والاساور، ولا والله يا اخواننا ده اشتريته، لا يا سلام رهيب يا اخواننا، ده شنو ده؟ بوبر. انت بدل ما تنزل غنى تنزل الذهب وتنزل بوبر. بنزل غنى وبتبوبر. ها بنزل غنى وبتبوبر. انت ما انت شوف شوف يا عدنان. طيب استعد لك اكون جاهز. استعد لي بعد كده. ازوب بلبس له شو عشان الناس. قال لك الجوع في البطون والعيره فضيحه، يعني زول بيلبس عشان يكون باحسن، وانا ذاتي دي حاجه كويسه ليه المفروض الناس تاخذها لي، مش بوبر، انه بحب اظهر لهم باحسن شكل. بحب اكون دائما، وبعدين انا بحب روحي والله جدا. انت بتحب روحي جدا؟ انا بحب روحي، ما بحب البوبال لكن بحب نفسي. بحب انه انا اكون يعني حلوه قاشره. هي لابسه ذهب ماله ما في لا ما حتى انت زوله مؤثره، يعني انت محسوبه يعني شخصيه مؤثره. وطبعا ما شافوا حواليك في ممكن يكون كميه من المعجبات، ممكن حتى تكون اوضاع ذاتها يعني اوضاع ذاتها لا دي حاجات بسيطة. لا دي حاجات برب العالمين يعني، خليك من ان تاثر فيه، ما بتجيب لك ذاته حسد، بتجيب لك حاجات ثانيه. الحافظ الله هم الناس ما شاء فيه، يعني دي حاجه في العالم كله، انه الفنانين دائما حاجاتهم هي الغاليه وحاجاتهم هي البرا، ما قاعد تشوف احلام تلبس الفستان فيه الماس وفيه حاجه، يعني دي ما حاجه شايفاها انها انت بتقلد احلام يعني؟ انا مش بقلد، ده على سبيل المثال يعني. ايوه طيب. فانا فنانه المفروض اكون كده يعني، المفروض يعني ما انت انا سالتك قبل قلت لك اديني تصور، المفروض انا البس توب شين يعني عشان ما ارقى، انا اشتري ذهب لكن ما البسه للناس. الذهب ده ذاته ما بتاعك بالمناسبه، الذهب ده ذاته ما بتاعك، الذهب ده ذاته بيدوك لك تعمل بيه حركه كده كل شهر، وفي الشهر 3 أو 4 مرات بدوي نفس الطقم البس وارجع يعني. لا بدوك اطقم كده مختلفه هي. انا زول ذاتي اخلاقي ضيقه ما بستحمل انه يكون جيب حاجه حق الزول وامشي ارجعها، وانا لو زول شال مني حاجه بقول له دي راجعه ثاني. فانا نوع التعامل ده مع شخصيتي ذاته ما بيجي. غير اني ما يعني شايفه برضو ما في ضروره بتخليني انا امشي اخش لي في مسؤوليه مع محل ولا مع زول البس حاجه بمبلغ وقدره، وانا اكون ما حكون الحفله كلها بعاين وقع الحلق وقع ليه فوق البس حقي، وكان وقع كان السرق كان اي حاجه، دي حاجه حقتي ما بحب اكون في مسؤوليه في حاجه. والناس بيعملوا كده، في ناس بيشيلوا ذهب بشيكات فنانات ولا فنانات بيلبسوا بشيكات، وفنانين بيعرضوا بيعملوا دعايات. انا ما بعرض، انا لما يكون عندي بمشي بشتري وما بخلع روحي بحاجه، لكن حاجه ما حقتي ما بعملها. ما في ضروره انه انا امشي اشد لي ذهب عشان اقول واو لابسه ذهب، اذا ما عندي ما بلبس خلاص، الموضوع ما خطير. وانت بس قول لي الله يزيدك يعني، ما الله يزيدك والله يعني. حسيت بحسادك انا. الله يزيدك، الله يزيدك يا رب العالمين. من جمعا خليني برضو قبل ما امشي هي هوايه وراثه. لا في سؤال كده برضو جاني يعني انا ما برر ورق مني. يعني هو اللي هو اللايفات
يعني في انا حاسس انه يعني هدى بدت تركز شديد في اللايف اللي بتطلعه يعني اكثر ذاته من انتاج الغنى الخاص ذاته يعني بقيت مركزه في اللايف ده بطريقه عجيبه عارفه عجيبه وكانه ده واحد من الـ من الـ من الاساسيات بقت عندك مركزه على اللايف يعني انا بعمل لايف من الصباح انا صحيت انا دا اشرب شاي تصحي من الصباح على اللايف لا بصحي صباح على اللايف ما ارجع الحفله اللايف اي ما ارجع الحفله اللايف ما خلاص شغلي بدا راكب الركشه اللايف الا الركشه دي كانت يعني حاجه كده في 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 عيد احكي لي قصه الركشه كان الدنيا عيد عيد الضحيه تحديدا وزحمه شديده قمت انا ماشيه كنت ساكنه في كافوري وماشيه بيتنا في حله خوجلي وطبعا برضو كسلان انا وهنا فقلت يا زوله تمام انا ماشيه الحله ضروري لكن ما حاسوق من الزحمه والركشه طعمها ظريفه بجايبه بصل ركبت الركشه قامت جاتني فكره انه انا اعمل لايف في الركشه عملت لايف وكان اعلى مشاهده حقت لايف فلو كان في الركشه من الحاجات اللذيذه كان مع قصة عملت ترند غريب قبل العيد واحد قال لي ادي لي عيد بتاع حق الركشه عيدت معه وهو عارف الركشه ودتني سؤال اساسي مش انه اللايفات ايوه اللايفات ما شايفه فيها مشكله انا عندي متابعين برا عندي ناس بيحبوني في برا السودان فما قاعدين هنا ما بيحضروا حفلاتي تعرف انت هدى واحد من الفنانات لو غابت منها الاضواء دي بس زي 3 4 يوم كده ممكن تجيني لا دي انا بتكلم عن زول ثاني انت انت شوف في ناس تجانين انا ما بجن ناس جانين انا ما عندي فكره ده منو جانين انا ما بتغيب انا ما بجن بسبب اضواء لسبب انا ظهرت بالتدريج واتمرحلت يعني انا تشاهد يا دندي بداياتي وفي ناس اللي كانوا دايريني والناس اللي ما دايريني والناس المحاربيني والناس الحاجات دي سوري يعني نجمي سطع تدريجيا يعني ما جاء فجاه كذا انا بس بقيت مشهوره وبقوا ناس عارفني الحاجه لو تمشي بالتدريج بتكون ثابته وبتكون راسخه وما بتاثر على الزول عشان كده نهايه منه حتى لو راحت بتروح برضه بالتدريج الاضواء بتروح من الزول بيجيو فجاه جاك ضو فجاه شال منك فجاه يا هو جنيت ولقطها كياس لكن انا مشيت اتدرجت الحمد لله ومرحلت ولسه داير اكثر يعني ما عندي احساس ان انا خلاص وصلت ولسه شغال عنه اكثر تمام طيب خلينا نمشي طوالي للدرجه الثالثه دي بتاعت الاسئله دي طيب ليش ما خدتهم بنفس ترتيبهم يعني رايك ثاني خدت الكبير والصغير انت بتحب النظام طبعا صح اي اي لا بتحبي وبعد ما نخلص منه خدت تحب النظام طيب مالوش بها ظروف الدولارات كده يا ريت اجي السؤال ده اديتني اسمه سؤال اللعنه اقريه دارينا اساله بساله ما دارينا اساله رجعيه في الصندوق ده بس انا دندش ارضع ما بريد خستك في ناس تقوم تديهم ورقه فيها كلام عشان يكونوا بيقروا اوكي زو اقرا كده مش انت بتقرا طوالي لا لا في ناس بيقروا ذات خط صغير ما هي حقيقة ما في حقيقة أقرأه يعني ما في حقيقة أقرأه أقرأ جيبي طيب ما هي حقيقة استبعادك لفنانات من برنامج أغاني وأغاني خوفا من سحبهن البساط من تحت اقدامك انت قاعده تسيطر على البرنامج اغاني وانا ده اتهام واضح وصريح بتبعدي فنانات من البرنامج ده بتكون الدعوه جايه لكن انت مسيطر على القصه دي بجد بقيت هناك باشا حقيقي في البرنامج يا دندش خليني من السؤال ومن الاشاعه وكلام ده انت بتفتكر انه انا بكون خايفه من فنانات تسحب مني بساط ليه عادي لا مستحيل عادي هل انت وصلت قمه النجوميه قمه ولا ما شوف اقول لك كلام يلا القصه دي مع ازواج طيب انا منطقتي الشغاله فيها دي وين كان هي بتلعب في كذا حته انا شغاله مع الصغار ومع الكبار ومع الجداد ومع القدام طيب. الناس عارفين الكلام ده طيب صيغتي في نفسي كافيه انه انا ما انزعج من اي زول وظهروا فنانين ووقعوا وظهروا ووقعوا وانا ثابت فانا ما ما ما, ما من مستحيل انا اقلق من فنانه او خاف فنانه تسحب مني ببساطة اعترضتي قبل كده على فنانه جابوا اسمها في البرنامج وانت احترضتي ما هو طبعا ما حصل والله ما حصل شوف اقول لك كلام انت بتكوني اولويه طبعا عند القناه دائما يعني دي من التيم لانك اشتغلتي سنوات طويله وواحد بيقدر من الركائز الاساسيه بكون كلمتك مسموعه يا عزيزي ركائز حاجه ركائز في الغنى في البرنامج
لكن دي سياسات حقت قنوات انها بتختار الموز اللي دارين فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ما حصل. انا يعني انا كلام بقوله ما حاجه بتخصني براي. حيجوا كم فنان هنا برا بتلاقي فنانين. انا ما حصل انا ولا غيري جابوا سيره فنان اعترضنا عليه بيشاورونا من باب العلم يعني احنا حنجيب وحنجيب وحنجيب. ما حصل مره اعترضنا لفنان اي فنان حتى لو في ناس بيعتذروا لظروفهم الخاصه. في ناس اصلا القناه المعينه بتقوم بيشوف الناس دي ما مناسبين لبرنامج هذا. في ناس اصلا ما مناسبين سيرتهم ما بتجي. الحاجه دي بتحدد القناه. انا مستحيل استبعد زول وكمان بسبب اني انا اكون خايف يسحب مني البساط. انا ما دخلت 9 سنوات لحد السنه دي ما فنان جاء او فنان سحب مني البساط. الكلام ده غرور ولا استغلال؟ ما غرور. في عندك شارع بيحدد الكلام ده. في جمهور بيحدد. انا ما حس ما زول بيحس لو زول سحب مني البساط ما زول سحب مني البساط. عشان كده ما حصل لي قلق انه حيجي فنان, وخصوصا انه ناس اصلا انا شايفاهم قدامي في الساحه وما قلقانه منهم. طيب حصل رشحتي فنانه قلت لهم يا اخي جيبوا فلانه نمشي لزاويه ثانيه من حصل من باب رشحتي منو؟ لا ما بقول منه ما بقول لا انت دول شجاعه كمان لا لا, لا 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 ما هي مش رشحته مش رشحته ممكن القى اسم مطروح اامن عليه. أما ما هو ما بقول لك امنت على منو. مش كان بقى التابوت لو بقى شفته ليه ودل لحد لا المشكلة المشكلة إيش بالعكس؟ لا لا دي حاجة كويسة كونك أنت بتدعمي. على العموم وفي فنانين شباب برضو أنا والله العظيم أنا ما عندي مش أنا ما هو برجع لك تاني إنه الغنى ده والسمع ده أذواق وحالات. أنا مؤمنة جدا إنه ما في فن ما في زول في الدنيا عنده فنان واحد بيسمع في كل حالاته. في فنان الزعل وفي فنان الفرح وفي فنان الحماس وفي فن أكيد دي يعني الوان مختلفة طبعاً. الزول الواحد بيسمعها في اي يعني تحت يعني في كل ظرف في كل حالة بلا. ايوه عشان كده نظرت انه الفنان يكون هو الواحد هو البراودي. اذا في فنان فكر كده بيكون بليد بكون بيفهم صح. حسيتي لا انت هسه بفكر حسيتي بتقولي ما قلت انت بفضل بسحب البساط من تحت اقدامي. ما انا موجودة يلا دي ما معناها انت هو ما شايف لك زول ثاني بنفسك صراحة يا دندش. انت مرتكزة على حاجة عرفتي لا 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 مؤسسة لها كده. لا ما مؤسسة لها. انا بقول لك في كلامي اذا فهمته انت لا انا فهمتك لكن انا بس لقيت لي نقطة كده. لا لا ما لقيتها ما لقيت النقطة ما لقيتها والله. انا قبيل لما قلت لك ما فنان بيسحب البساط مني انا ايمينت انا ما قلقانه من فنان ولا عندي غير حق الفنانين لاني واثقه من روحي واثقه من حاجاتي. طيب الفنان بيتعمل له حساب من ده في الساحه الفنيه كيف الفنان بيتعمل له حساب في الساحه الفنيه يعني بتعملي له حساب كده وبتحترميه وبتسمعيه وممكن تلقيها في مسرح انت ترفعي من المود بتاعك ومن الاداء بتاعك عشان انت ما ضغطت عليك. الجبال قلت لك حنان بلبلو حنان بلبلو قلت لك بدايه الحلقه ايوه حبها جدا وبعملها في حساب. لا التحية والله بنقول لها رمضان كريم. رمضان كريم كتلت لي طوالي الموضوع. كتلت شنو؟ كتلت الموضوع طوالي. ما جبت اسم منافذه بيقدر يتكلم. اها طيب. جبت لي يعني جبت لي اسم خلاص. اي ما هم كل الناس يعني ممكن بعرفهم بحترمهم لكن التخصيص أيوه. الاحترام. انا اي اغنيه بتجيني جديده حتى حنان لو برا السودان بسميها عليها اول زول. يا سلام. والله حنان ام الكل يا اخي. يس. يعني التحية لها والله. الله يديها صحة والعافية إن شاء الله. بعدين كل الفنانات مجمعات عليها. ما في شك. يعني أنا لاحظت الحاجة دي حتى في الموسم ده من البرنامج. يعني دايما في إجماع عليها هي. يا سلام. ربنا يديها الصحة والعافية والله. آمين يا رب العالمين. إحنا حنطلع فاصل ونرجع تاني. يلا. تمام؟ تمام. فاصل ونرجع تاني خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقه فيها مش مياسم ما في شبيها سبكتك بنشتهيها رز تمام ما في كلام رز مياسم يا سلام وديها لناس ابتسام حاضر عايزه شاي من المعاي شاي عجيب ده بحليب بمياسم باللبن طبيعي طاعم واضح احلى شيء الشوربه دي فتة شوربه ده العدس نظيف معبق اتحبس صلصه رز عدس لبن كله جبت لك مياسم ذوقنا بيختلف منتجات مياسم الكل بيختار مياسم ورمضان كريم.
صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني، مسنودة بيها وما في شي بيوقفني، وجودة في حياتي بيميزني، جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظات حياتي، وبيها الناس بتعرفني. صندلية العنود خمسة نجوم، هي ريحتي وصحبتي. صندلية العنود خمسة نجوم، هي ريحتي وصحبتي. إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح، اختر منتجع درة وادي النيل، الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان، والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد. ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة. يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى، وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين. كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق. صالات وقاعات لجميع المناسبات، أعراس، مؤتمرات، ورش أو منتديات، وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد، وحدائق لألعاب الأطفال، مواقف خاصة للسيارات. منتجع درة وادي النيل، الخرطوم، شارع النيل. للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63 44. منتجع درة وادي النيل، واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية. منتجع درة وادي النيل، أصلي عصري. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في القسم الاخير من برنامجنا، ولا زلنا في حضره السلطان هود عربي. مرحبا بك للمره الثالثه. مرحبا. باقي لنا صندوق واحد الكبير ده، حنشوفه شنو. تمام، طارق يا روس ده لحد ما انت تشوف ده. والله العظيم لكن دي يعني قال لك ما طبيعي. اها، عشان شكلهم يكون لذيذ كده ظريف. تمام. طيب اسم الصندوق. الصندوق الهتش كويس. الحاجات دي اي حاجه بتودينا لحته كويس، اي شيء بودينا لحته. تختاري شنو نبدا به، نشوف بودينا وين. كيف في حاجه انا ما شايفها كويس طبعا. انا في حاجه ما عرفتها شيلها. انا دايره بدي دي شنو. طيب. دي بتاعت اشيلها. طيب دي دمغه بتاعت خروج. يا مغادره. اي لو قلت لك يا هدى شخص يعني انت نفسك يغادر حياتك، وهو مارق كده حتلصق له والدم غادي في ظهره كده، ومارق يقول له يا اخي عليك الله يا اخي امشي وغادرني وما ترجع لي ثاني، لانه انا تعبت منك واحسن حتخد له من الدم غادر. دقيقه، زول داره يغادر. اي بخد على دم. اي يعني غادر حياتك. ما عندي والله زول بده، ما عندي ناس وصلوا المرحله دي. ما عندي زول. هو شوف الزول طالما انت لما طلع لما دار تخد له دمغه ما ترجع ثاني، معناه زول كان بيعني لك حاجه. فانا ما عندي زول لما انا قلقانه انه يطلع واقوم ادمغ عليه. وانا لا لا عادي، الناس دي كلها واحد. طيب لو حاجه في الوسط الفني تطلع بلا عوده او يعني تنتهي بلا عوده ما ترجع ثاني مثلا، ممكن والله برضه ينتهي يعني ينظفوا قلوبهم دي يا اخوان. يحبوا بعض. يحبوا بعض، ده الهاشتاج حقيقي وناس. انه الناس تحب بعض. ينظفوا قلوبهم لازم. انت قلبك نظيف؟ والله شديد. لا يغرنك انه انا يعني مصادمه، ودي ذاته من شوف ردود الافعال الواضحه دي ما بيعملها الا زول نظيف من جوه. دائما الزول اللي بيفكر كده ويتحكم في رده فعله، وانه يرد في الوقت المناسب ويحفر لك ويلبد لك، ده الزول اللي بيكون قلبه من جوه كويس. لكن حاجاتي كاش داون اول باول، مجرد ما عملت الحاجه او رياكشن ظهر فيها ثاني ما بتاخذ عندي حيز. تمام. طيب. فانا الدم غادي تاخذها للضيف الجاي. طيب طيب شيلين حاجه ثانيه. تفضل يا باشا. تفضل يا باشا. طيب هدى لو قلت لك الولاعه دي تحرقي بها ماضي، يعني في 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 جزء من الماضي بتاعك، ولا تضحي يعني تحتفظ الماضي وتولعي بها سجاره، او اللي عباها شمعه في حياتك. شمعه؟ لا انا ما شمعه دي ما عندي في خياراتك. ما هو يا تحرقي بقى جزء من الماضي. انت خياراتك قاعد تحدد لي. الدكتاتور. يا تحرقي بقى جزء من الماضي. انا ما عندي ماضي. يا تضحي تولعي زياره عشان ما تحرقي الماضي بتاعك.
يعني انت حتضحي حتقولي اسجار يعني. ما لكن انا ما عندي ماضي برود حرق وما داير اسجار. ما والله ما عندها لازمه. ما لازم تختاري واحده من الاثنين. ما عندي ماضي احرقه وما ما وما بشرب سجاير. لا يعني هذا ما دي حلوها. كيف طيب هسه دي اعمل احد اعمل بشنو طيب ما قلت لا شمعة دخل لا شمعة بتنفع معي. لو انت ما ذول الشمع اديني اديني حاجه اخترع بها. كيف ما ذول الشمع؟ ما ذول الشمع انت ولا عندك علاقه بالرومانسيه ولا الرومانسيه يا هدى؟ ليه عندي شكل كده جنك مشاكل وجنك شكل عرفتي وبوستاتك وردك ذاته قطيب على الناس عارفه. حتى الكومنت ذاته اللي ذول لما نعلق لك ويهبشك بندم على اللوم ذاته هبشك فيه من الكومنت. انا ما بندم. انت يا هدى انت ما عندك علاقه بالرومانسيه. الكلام ده سمعته كثير. ما ادري على الرومانسيه سمعته كثير. جافه عادي جافه عاطفيه كله كله. دقيقه الكلام ده في تلفزيون لازم احنا عشان توقع الفهم كويس. سمعته كثير بتردد يعني هدى دي والله يا زوله جافه كده ما عندها رومانسيه يعني ما عندها حاسيس كده ومشاعر كده. زوله بتاع الصدام وزوله بتاع كل حاسيس دي حاجه كده بس زول ماشي وشتت فيها لاي زول. ما دي حاجه خاصه بينا وب يعني بعرف افعل الخاصيه دي بتين. الرومانسيه جواك بخير ممكن نقول بخير يا زول. ممتازه يا زولة. ممتاز عديل بحالة جيدة ما ممتاز. أمي الله يديها العافية عند المقولة دي كثير. أحيا تقول لك أي تجي سيرت أي حد تقول لك البتاعة دي إذا في طبيخ قاعد في الثلاجة وقاعد له كم يوم مفروض يطلع تقوم تعليه تقول لك والله بحالة جيدة. فعندنا فلسفة دي كده من ال بنقول لك كل سنة في طيبة يعني. وانت طيبة يا ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. أمين يا رب. طيب أدينا حاجة ثانية. انا دي ما اعرف حاجه شلتي اجيبها ما مشكله دي طبعا دي ده رقم. والنقطه الفنانه نمبر 1 في الساحه الفنيه حاليا منو؟ لسه ما ظهرت. ما ظهرت فنانه اقنعت بال يعني اقنعت الناس كلها واجمعوا عليها. ما ظهرت فنانه لحد هسه نمبر 1. ايوه تينا وما في نهائي ما في نمبر 1. الكلام ده دبلوماسيه ولا ما دبلوماسيه؟ انا ما في حياتي خلينا نكون دبلوماسيه. لكن ما فنانه اقنعت الناس كلها ومجمع على ما في. تخيلتي عارفه تقولي شنو؟ هدى عربي. لا 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 ما بقول هدى عربي. انا كنت نرجسيه اصلا بطبيعتي والله ما لو لا عشان تعرف ما نرجسيه. يعني ما للان للان ما احنا كمان عندنا مشكله فنان متكابر افتح لك قلبي يا دندش يا اخي بوسط. يا ريت يا ريت نحن لسه كلنا في يعني عندنا أزمة الفنان المتكامل. تلقى مثلا اللي بيغني كويس ما بيعرف يتكلم، اللي بيتكلم ما بيعرف يغني، ما بيعرف يهتم بشكله، ما بيعرف يغني أو نوع من الغنى، ما بيعرف يطلع يغنى بتين. في يعني في الفنان لازم يكون مخه شغال. ايوه فالجوانب دي كلها لسه ما توفرت عندنا والناس كلها عارفة. طيب لو عكست سأقول نمبر 1 الفنان. فنان شاب هو حاليا نمبر 1 في الساحة الفنية. والله شوف هي طبعا عندها قياسات كثيرة. انا يعني ردي حيكون انا ما قلت الفنانات قلت بصورة عامة. ما في اول مشترك وثاني مشترك. لا النتيجة هي واحد بس. من وجهة نظرك يعني وجهة نظر عادية يعني. والله يرجع تاني لمحمد زي جبنا سيرته وقتي في حلقه صح محمد بشير ولا محمد فن محمد بشير محمد بشير الدولي شاب وقدامه حاجات انا شايفه فيه انه ممكن يعمل حاجات اكثر. محمد بشير شايف في صحبه كده ولا في العربات السابقه وكده والحفله وماشيين الحفله والدكاتره الدكاتره والشيفتات طبعا يا اخواننا التحيه للدكاتره. انت عارف انا يعني الناس كلهم عارفين انه انا اصلي ما جيت بديكم كمرت كده حاضره كده. أيوة, ايوه لو كان قلت قبلت شفتات لو كان الناس اللي قلتهم غير دكاتره انا كان اكلوا لحمي. فالتحيه للدكاتره انهم بيفهموا النكته وبيفهموا الطرفه. ايوه تحيه للدكاتره. اما قلت لك انا قبل انا حنان بحبها وبحبها ولا ايوه يعني محمد بشير هو انت شايفه انه هو الفنان الاكثر وجود الاكثر ثبات القادر. طيب تمام ما في حاجه في لك باقي لك عين بتاع أيوة. ده زمان استارتر وقمت نادي زول من الشارع يقوم تقول لك الاستارتر بس وممكن حق لمبه واحده يقوم يطلع من اللمبه أيوة أيوة, ايوه ايوه التانية. ايوه يا سلام دي حاجه عظيمه شديد. يلا استارتر بتاعنا مختلف. انت كنجمه كويس انت لمبه منوره شكرا. لكن اي لمبه حلفت ما تقول ولا كلمه ثانيه. اي لمبه تحتاج استارتر ايوه
الستارتر بتاع خضع عربي في الحياة اللي بخليها تبدع وتقدم شنو منو أو منو خلينا نقول منو أمي يا سلام يا سلام يعني أنا والله بحييها بجد علاقتي بها علاقة بتاع الصداقة شديد أي يعني شديد. علاقة بتاع الصداقة أكثر من يعني مع بعض كده يومي ما في يعني مثلا ما في كلفة بيناتكم ما في حواجز بيننا نكتة حاضرة أيوه يعني دائما نحن نومي هزارنا ونكتتنا مع بعض ورستي منا خفيفة الدم كده ممكن نومي منا ما خفيف جدا جدا وحكاية جدا جدا يعني بيننا ونسات كده لذيذة بعدين بتستخدم الكلمات الكبار عند مصطلحات كده بتقعد الكلام على حبة إنجليزي كده أيوة قمت كده تلفح لها كم كلمة كده في النص أيوة أيوة فشخصية لطيفة جدا جدا وأنا لو ما رضاها عليه ما كان ممكن ربنا يوديني خطوة لقدام أنا اليوم دي حقيقي فاق ده إنه أنا يعني لما أجي طالعة لازم 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 أمي أنا طلعتها طيب إن شاء الله يعدل عليك دي لازم بس مع يومي فاليوم دي هي في المسافرة فأنا فاقدة الحاجة دي إن شاء الله ترجع قريب ونشاكل ونهزر ربنا يدي الصحة والعافية وخليكم لبعض إن شاء الله آمين رب العالمين ربنا خليكم لبعض تمام أوكي. بمناسبة المحاكاة دي في حاجة نسينا مفتاحنا ما شلناه المفتاح ما شلناه؟ آه يا تندي معقولة؟ ما شايف شغلك أنا مركزة ده لعب المفتاح عبارة عن شمار حارق والله ما شنو يا سلام أنا طبعا تخيلت أنه شنو أول حاجة ده مفتاح خزنة مفتاح دولة مفتاح مكتب ده مفتاح, مفتاح, مفتاح بيفتح لك قلب زول يا سلام تشوفي جواه كرشينه مع البيت اسمعي بيفتح لك قلب زول تشيلي تشوفي يعني جواه خضع عرب أزول ده بحبك بكرهك مكانتك كيف بفكر في شنو يعني بشكل عام هتفتح قلب منه هو زول دارين مفتاح يفتحوا قلبه ويقولوا في التلفزيون؟ اه طبعا عادي. لا مستحيل ممكن يكون في فنان مثلا او فنانه مثلا انت حاسه انه هي ما قادره تفهميها نفسك تفتحي قلبك تشوف جو عازف شاعر شوف زول ما داري يفهمني ده ولا صحبتك ولا بيجتهد عشان المفتاح ده ممكن يعني اذا ايوه خلينا نشيله مع البيت بو عندي فيه فهم يا زول الخوف ده شير بنسخي كمان ادينا مفتاح ده طيب خلينا نرجع لنقطة الجبال في المحاكاة دي أنا حاسة إنه إنتي في فنانات بيحاكوا بصراحة كده يعني بيقلدوكي مثلا يعني بيعملوا لايف بتطلعي بذهب بيطلعوا بذهب بصراحة كده خلينا كده من غير حساسية إحنا لا ماذا نكون صرافين موضوع الذهب ده جا كتير لا مثلا لكن مثلاً أنا كان بينتقدوني حتى فنانات على ناس إنتي ليه بتلبسي ذهب مع أي حاجة أيوة والذهب ما يلبس وكل ما نزل لو كان لبستي حاجة كده اكسسوار بالشنو معي هنا أيوة. كان طلع بيقوم نظره فيني أيوة مؤخرا ركبت يعني ركبت راس ووريت منه أنا بحب كده تعال شوفي الفنانات الكفة الفيه الشلوتة الفيه بيقوا جن وجن محاكاة يعني أنا بعدين الحاجات دي بضحك بفتح التلفون بضحك بيحكوني في دخلتي في 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 لايف العربية في لايف الحفلة في طريقة التفاعل والحاجات دي أنا دي شخصيتي كده فأنا زعلان إنه شكلهم بيش جدا إنهم يعني الناس عارفة إنه أنت بتحاكي وبيكتبوا لهم في الكومنتس أنتوا بتحاكوا هذا أنتوا عايزين تبقوا هذا تبقوا شنو أيوة دي شخصيتي أنا كده طريقة تواصلي مع الناس طريقة تفاعلي طريقة حاجاتي دي بتخصني أنا كانوا برضو بيعلقوا إنه شعري كاشف شعري بيقوا كلهم بيكشفوا شعرهم بيعلقوا الرقيص بيقوا كلهم يرقصوا بتلبس ذهب بيقول كلها تلبس ذهب أي واحدة في حفلة أنا معروفة من سنين وبحبوا الأطفال كل واحدة تدنقل للأطفال وتسلم عليهم تعبانين تعب شديد اللذيذ في الموضوع أنا قصة المحاكاة دي ما هم وريت إنه متابعة مرة في فنانة كده والله يديها صحة والعافية ووفقة حاكيني محاكاة عمية فأنا بعاين في التلفون كده شفتها قلت يا اخوان ده شو بحاكي ولا هي تحاكي درجه من التقليد انا بفتكر ده نوع من المرض ذاته اذا كل زول انا المفروض افرح يقول في ناس بيحاكوني وناس بيقلدوني وناس صح بعدين بيطلعوا لايفات بيتكلموا حقيقي والله مسخره شديده يعني انت طالما طلعت تتكلم مع ناس تكون على الاقل بتعرف توزن كلامك بتعرف تتكلم كيف بيقولوا بس بيطربوا كلام الطير في الباقر محاكاة بطريقة مضحكة أنا كان ممكن أكون فرحانة زول بفرح الناس بحاكيهم أيوه.
لكن انا نفسي انه يفهموا حاجه انه انت ما بتكون انت لو ما عشت شخصيتك والكاركتر حقك اي زول بيبدا يقلد. وفي فنانين كانوا ماشيين كويس بدوا يقلدوا هبطوا. انت قلدتي انه في حياتك فنان يعني؟ يعني برضو قلدت والله تقليد المحاكاة قلدته معاك ذاك. لا في الحياة كده بشكل عام. أنا ما قلدتي فنانة؟ لا أنا عجباني شخصيتي. سبقتك في المجال ولقيتها قدامك وقلدتيها؟ أنا عجباني شخصيتي شديدة الحركة دي يعني من أنا صغيرة. أنا بتذكر حاجة لذيذة جدا جدا في المدرسة زمان. قاعدة جابوا لنا أستاذ الإطراب الخير. في مرات بيكون في أستاذ صعب كان الناس بتخاف منه وبتهاب وكذا. أنا قاعدة في الفصل جات الأستاذة من دون مناسبة. قالت لي تطلع برا. مش في كراسي حقت الطلبة تكون عادية ديك وما فيها يدين وما فيها شيء. فأنا كرسيني كان اتكسر. فجايبة لي كرسي كده من المكتب عريض كده ووثير كده. قاعدة فيه. وماسكة شعري وقاعدة في الحصة الغريبة شاطرة وبشارك في العربي. أيوه. وقامت الأستاذة ضايقت جدا قالت لي اطلع برا. اطلع برا يا إخواني ما لي أسوي شنو. حتى ملافحتي في الحصة إنه أنا برد قبل ما يعني السؤال يتم. كنت شاطر جدا الحمد لله. طلعوني برا مديره الله يرحمها بتحبني جدا لقيتني حايمه برا. يا هدى مالك برا؟ قلت لها استاذه طلعتني ليه ما عارفه. بقيت منتظره في مكتب المديره جنبه برنده كده انا واقفه برا مسكين واستنى الاستاذه تنتهي من الحصتين الدبل عشان تيجي توريني انا مالي. جات دخلوني للمديره. هدى دي مالها عمل شنو؟ قالت لها حضره الموناليزا. ايوه. قاعده وشعره بوجوده. شعره بوجوده والله العظيم. قاعده وشعره موجوده. انا الزمن ذاك 15 سنه. قلت لها يعني مفروض انا عشان انت ما تحسي انا شعره موجوده اعمل شنو؟ احضر حصه من تحت الدرج يعني. فالناس دائما بتحس انه انا يعني وحقيقه انا عجباني شخصيتي متصالحه معاه تمام بنفس القدر. لما اغلط بكون عارفه روحي ان انا غلطت انا شنو يعني بردع نفسي وبحفز نفسي ومع ده كله بحب نفسي بعيوبه بحاجات الكويسة وحاجات الكعب وأي زول فيه الكويس فيه الكعب لكن راضي عن نفسي بصورة عامة كده تمام عشان كده ما قلت زول. طيب نحن هنمشي طوالي نمشي وين؟ للتابوت والله قلبي بابي ودين دي شان راتي محبب لكن حنطلع فاصل ونرجع نجي التابوت حوريك الفكرة شنو بشكل سريع كده تمام؟ ما تخافي قوي قلبك بس تمام؟ فاصل ونرجع تاني خليكم معنا. شيلي دي خدتي دي جربيها واثقه فيها مش مياسم ما في شبيها سبكتك بنشتهيها رز تمام ما في كلام رز مياسم يا سلام وديها لناس ابتسام حاضر عايزه شاي منو معاي شاي عجيب ده بحليب بمياسم ده اللبن طبيعي طاعم واضح احلى شيء الشوربه دي فته شوربه ده العدس نظيف معبى قد حبس صلصه رز عدس لبن كله جبت لك مياسم ذوقنا بيختلف منتجات مياسم الكل بيختار مياسم ورمضان كريم. صديقتي في الحياة اللي بتجيب معاي ودايما بتعزني مسنودة بيها وما في شي بيوقفني وجودة في حياتي بيميزني جنبي في كل مناسباتي وأحلى لحظات حياتي وبيها الناس بتعرفني صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي صندلية العنود خمسة نجوم هي ريحتي وصحبتي. إذا كنت تبحث عن مكان هادئ ومريح اختر منتجع درة وادي النيل الأجمل والأروع على الإطلاق في السودان والذي يطل على شاطئ النيل الأزرق السعيد. ستستمتع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء المختلفة
يحتوي على فندق متكامل بجميع الخدمات الفندقية على أعلى مستوى، وخدمات المطاعم التي تقدم أشهى وأرقى المأكولات والمشروبات بجميع الأصناف تحت إشراف شيفات عالميين. كافيه متخصص يقدم أحدث المشروبات الساخنة والباردة لجميع الأذواق، صالات وقاعات لجميع المناسبات، أعراس، مؤتمرات، ورش أو منتديات، وحتى الحفلات الترفيهية وعياد الميلاد وحدائق لألعاب الأطفال، مواقف خاصة للسيارات. منتجع درة وادي النيل، الخرطوم، شارع النيل. للحجز والاستفسار على الخط الساخن 63 44. منتجع درة وادي النيل، واحة الأسر والشباب وجوهرة السياحة السودانية. منتجع درة وادي النيل، أصلي عصري. أهلا بكم الأعزاء المشاهدين في التابوت. سعيدين جدا نكون لسه مع سلطان هدى عربي. مرحبا بك. إذا نجي اسم التابوت ده شنو؟ ما لقيت لنا اسم مظرف من كده حب. والله يا أخي أقول لك حاجة، يعني هو الاسم طبعا لأنه جاي من المقبرة، عرفتي؟ يعني القصة دي كلها. إنت التابوت ده ومش تعالوا أوريك التابوت ده. تعالوا أوريك. تعالي أوريك التابوت ده فهمه شنو؟ تعالي طيب. تفضلي. طيب. شوفي هدى. هو جاي ولا رجال؟ لا انت هتجيبي هنا. دقيقه انا عشان اشرح لك الفكره كلها. كويس، انت هتخش جوا. تمام. انا هاكلك بره. لا يا دنيش هاكلك بره. تمام. هسألك سؤال. انت عارف انه انا عندي فوبيا، ما بحب الحتات المقفوله والحتات المظلمه. ما مشكله. لا ليه، يلا عشان تطلع سريع يعني لازم تجاوبي سريع، يعني حتقعدي تجيفي وتقعدي تفكري. والله براحتك، انا يعني انت اللي بتتحكمي في سرعتك. يلا انت اللي بتتحكمي في سرعتك انك تطلعي من جوه. تمام. سؤال واحد. كم سؤال؟ واحد. سؤال التابوت بس. تمام، على بركه الله. مش هو تابوت، حعمل لك ميته جوه. طيب خشي. بس شكله زاد قديم واثري. خشي. دي حاجه ذكرتني استوديوهات زمان اللي بيصوروا صوره الجواز كده وتجي معه. بس يا هذا خشي، قولي يا لطيف. ما حلو لكن هي دنيش كده. هدى عربي عليك الله يحفي ليه. لا انتوا بتحصروني كده. احفي ليه هدى. حشغل حاجه يا دنيش. اذا شغلت حاجه مزعجه ما كويس معك. ابقى انا فيسبوك وشغاله لطش بي جاي ولطش بي جاي ولايفات وقصص. مرحبا بك في التابوت. هدى عربي. سؤال التابوت. مشكلة كبيرة بينك وبين القلعة دي دايرة لها تابوت. أروح أقول لك برا. لا لا قولي لي من جوا. كويس. بينك وبين القلعة بخصوص رحلة الإمارات. تمام. النشيد الوطني وما النشيد الوطني، المشكلة اتطورت، بقى في ضرب تحت الحزام. كويس. بقى في يعني أنت طبعا ما يعني الحرب خطتها بطريقة معينة، هي أخذتها بطريقة معينة. أنا داير أعرف التفاصيل بتاعت القصة دي. في صوت في صوت في صوت. معلش ما تركزي معه، انت خليك تركزي. انا تركزي في اجابتك بس. دار تركزي في اجابتك. الصوت خليه، ما تركزي مع الصوت. كيف ما اركز مع الصوت؟ ما تركزي مع الصوت. ما تركزي مع الصوت. كويس. انا داري اجابتك. اجابتي ما دي حاجه كانت ظاهره قدام الناس كله. لا انت القصه الحقيقيه يعني. الدعوه دي جاتني من اصلا؟ هي هدى الدعوه جاتني والدنيا كلها عارفه والموضوع ده انتهى، لكن على كل النهايه كيف النتيجه كيف دي كده. دي كده. بكده ما النتيجه اللي تراك شنو في النتيجه؟ النتيجه شنو؟ انا ما عارف. النتيجه هي زول عارفه يعني. انا ما عارف اشرح. اي زول عارفه النتيجه؟ الدعوه اللي جاتك انت؟ جاتك انت الدعوه؟ جاتني انا. شوفي يا دندش، انا ما فاضيه اني انا افتش حاجه ولا فاضيه اني افتش فرص زول. دي حاجه بيعملها زول قاعد فاضي. طيب يمشي يفتش في ده. شفت شغل ما ادري اقول لي مهنه معينه تقوم تتحسب عليه. المهم دي حركه حق زول قاعد فاضي شديد. ما عارف يعمل شنو، يقوم بيتبع ويشوف الحاجات الفرص. انا ما فتش الفرص، انا فرصه لاي فرصه. فهذا موضوع بالمناسبه ما كان محتاج تدخلني في حته مظلمه دي. اذا انت حاسس انه ده اخطر سؤال، انا بالنسبه لي ده طيب اخطر سؤال. طيب هي سافرت وانت تاني سافرتي بعديها، الحكمه شنو يعني؟ ما فهمت تسافري بعديها دي. الحكمه شد بدعوه من حكومه الامارات. لا ما ده اعتذار يعني كان بالنسبه لك ولا شنو؟ توضيح واعتذار. ولا شنو؟ ولا توضيح واعتذار. ها؟ توضيح واعتذار. توضيح واعتذار؟ يس. ما كان في حاجه غلط والدنيا كلها عارفه يعني. يا هدى عندك مشكله مع انا حاسس عندي زي في غيره من ندى كده عندك. اغير؟ لا في حاجه كده. اغير ليه؟ ما بتشتغل في ما بتلعب في منطقتي اللي انا بغني فيها ولا
ستايل صوته مو ستايل صوتي عمرا ما قدري حاجاتنا كلها بعيده شديده من بعض. هيلان بتغني انا في الاساس يا دندش. ايه هيلان بتغني في الاساس؟ انا في الاساس ايش هضل؟ طيب ما ده معناه يعني المفروض تكون هي استاذتك يعني انت عارفه يا عزيزي يعني تحترميها مقام الاستاذه يعني حتى انا اقول لك أنا. حتى السخريه ممكن تكون ما. انا 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 بحترم اي زول وقصة على الاحترام دي ما تربيت على تربيت وسط اسره ربوني اهلي امي ابوي عماتي خالاتي تربيت في جو حميمي جدا جدا ما تربيت على كراهيه تمام فما عندي ما عندي قصة اني ما احترم زول دي دي اللي استنتاج منك انا بحترم اي زول والله اطفال الصغار بحترم اللمبه دي مزعجه ما مشكله الاطفال الاطفال الصغار بحترمه فبالك زول كبير يعني و سبقني اذا في مشكله حتكون من ناحيته هي لانه فرق السنين انا جيت في سنين اقل بقيت في مقارنه معاه ودي حركه مزعجه لاي زول حاس انه قطع شوط اي زول في تلت عمره الفني يكون معه في مقارنه الحركه دي مزعجه شديد انا ما عندي المشكله دي واللمبه ازعجتني تمام دار تطلعي والله ما بحب البتاع الهنايه كده ده الصوت ده شنو يعني مش يعني لو اديناك حاجه كده بتاعت وداع لا 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 حاجه بتاعت وداع لا والله لا والله على سريع على طلع طلع في صوت خلاص 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 روقي روقي طيب روقي روقي حطلع لك حطلع لك حطلع لك حطلع تفضل انا حيلت لساني ايوه تكلم معي بلساني أيوة. منطقك لكن ما تسدني ما تسدني في حته زي دي وتعمل لي صوت هيبي هيبي حركه ما كويسه انت عارف انا اقول لك يا جماعه السنه دي دندش مركبه كانت رامز لا انت عارف انا كنت حركب المكنتين طبعا التابوت ده كان فيه حاجات كثيره لا 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 صراحه صراحه بعد ما قعدنا مع بعض طلعنا الحاجات يعني كان فيه حاجات اخطر من خوفنا على الناس صراحه يعني انه يكون في يعني الناس فخلينا بشكل وبعد ده كله كده برضه الناس الصوت ده صوت شنو بتعمله ده اصوات والله دي خليها بس بيحكوا لك بيحكوا لك بعدين وتعرف انا سعيد جدا انا والله كنت سعيده بس قبل التابوت مبسوط بك كثير جدا الله انت فنانه جماهيريه شكرا. فنانه جميله جدا فنانه وصلت الجمهور الناس بتحبك بشكل كبير جدا جدا طبعا دايما يقولوا لك الكلام السيء بتضر الضيف بعد ما خلاص اكون ماشي مني الناس بتحبك جدا جدا عندك اغنيات خاصه محققه يعني ما شاء الله تبارك الله معدلات استماع كبيره جدا حفلات ناجحه كثيره جدا صفحه ما شاء الله وتواصل دائم مع الجمهور فبتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله رب العالمين ومن نجاح لنجاح 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 والمساحه الاخيره لك كما تحبي شكرا دندش كل سنة وانتم طيبين شكرا قناه الشروق يا تو كاميرا يا اخواننا هنا دي ايوه شكرا لكم كثير وان شاء الله تكون سهره كانت خفيفه عليكم طالع عجباني كلمه دي ما بشوف التلفزيون زمان ايوه ان شاء الله تكون سهره خفيفه ورمضانكم كريم وكل سنه طيبين حبوا بعض ونحن حنحب بعض لكن عشان نحب بعض الناس قالوا دارينا سماح القمر اي حاجه منها وانت طالع قبل ما تطلعي الناس كلها اجمعت واتفقنا عقبال قالوا دارينا سماح القمر حاجه من سماح القمر قبل ما تطلعي كويس بعد يزورك فيلو في حته ولا هج بدوري تقلد الخرابه فوق البندر سواك هقع اني صمي اني هدل الحمراء دار ما عمارا فيها الا كان تتغدى شيف هبوب النقعه بري بس زرعنا داك والبتك تراب وشي الخدر نموت بشوقي في سحاب المطر حراية الهجيره كان موصل حنبر السواك حقاوى النسام من النهود للحمراء يباري فج القزام شال السميحة القمراء الشعب فوق النيران اللهيب بجمرة شوق الشتيل الرندر خلي منا السمراء يا سلام شكرا 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 قاعد ارقص معي ايوه 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 تقطع فيه كده حاتم مامون حاتم مامون انا عامل الخير طبعا حاتم مامون حاتم مامون حاتم مامون بيرقص شكرا سباحه القمره احسن ما يكون شكرا لكم الاعزاء المشاهدين كانت دي حلقتنا من التابوت نلتقي في حلقه جديده في امان الله تفضل استاذ شكرا تفضل استاذ